صرحت الفنانة نجوى فؤاد إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها ضمن أحدث أفلامها حلاوة روح للبنانية هيفا وهبي، وأكدت إنها ستظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم، ولكنها لن تفصح عن طبيعة دورها، خاصة أن المنتج محمد السبكي شدد على فريق العمل بعدم الإفصاح عن أدوارهم. جدير بالذكر أن الفيلم يعتبر ثاني تجارب هيفا وهبي السينمائية بعد فيلمها الأول دكان شحاتة للمخرج خالد يوسف، والفيلم بيشارك في بطولته باسم السمرة ومحمد لطفي وصلاح عبد الله، والإخراج لسامح عبد العزيز، ومن المقرر عرضه في موسم الصيف القادم كموعد مبدئي. أنا قلبي عليك علشان مركزك. بس بكرة الوزارة كلها تعرف حكايتك. مالها حكايتي؟ الله زبطوني بختلس ولا باخد رشوة، أنا بشغل أنونجي وده عمل شريف والفن مش عيب أبدا. على كل حدث كانش عاجبهم أنا حضر استقالتي وحطها في جيبي وارميها لهم عند اللزوم. صباح على خير. حق انت كنت جايباني لله دي عشان كده. اسمعي بقى، انا جاي الشغل بكره، اوعي اجي الاقيكي جايبه انونجي غير.